السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. هنبدأ مع مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني وحالة من الرعب، خوف إن النادي الأهلي يتم شطب مجدي عبد أو النادي الأهلي يتقدم بتوصية أيضا. كان قلت وكان في كلام مجلس الإدارة تقدم بتوصية بعرض إبراهيم عيسى وهناء حمزة على الجمعية العمومية تمهيدا لشطبهم، ياخدوا رأي الجمعية العمومية في هذا الأمر. في الجمعية العمومية اللي هيتم عقدها تقريبا 27 و28 أو 26 و27. مجدي عبد الغني عنده إحساس داخلي إن ممكن ده يحصل وإنه يتم شطب عضويته من النادي الأهلي، فبيدافع باستماتة وبدأ من غير ما يقصد يخبط في مرتضى منصور، لكن هي طلعت منه كده. هاجم طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب هناء حمزة وسبب إبراهيم عيسى، وقال لك كلام غير حقيقي وعكس اللي اتقال تماما، أو عكس ما أو عكس الأسباب اللي النادي الأهلي بيطرح إبراهيم عيسى وهناء حمزة الجماعة العمومية لشطبهم. بيقول لك وأنت عشان أنا أختلف مع واحد في مجلس الإدارة أو أي شخص أيا كان، أو لو قابلني في مكان أو قابلته في مكان ما سلمتش عليه يروح شاطبني، هو احنا هنعمل زي مرتضى منصور؟ ده كلام جميل. يعني الخطيب الفترة اللي فاتت كلها ما كانش بيعمل زي مرتضى منصور، يعني انت شايف ان نموذج مرتضى منصور نموذج غير جيد بالنسبة للإدارة والتعامل مع أعضاء الجمعية العمومية كابتن مجدي عبد الغني. طب ليه سايب النموذج الغير جيد ده في تعامله مع أعضاء وماسك النموذج الجيد اللي انت بتقول احنا مش هنعمل زي؟ يعني انا النهاردة راجل مثلا سيد وكل ما واحد قبله يضرب ألطش له، ها فانت جيت يا كابتن واحد كلمك ورحت واكل، فجي واحد لا يعرف قال لك يا عم انت هتعمل زي حسام، ده انت طول عمرك راجل انت ليك سكه وطريقه غير حسام. يعني ما حسام ده دلوقتي بقى وحش رجع تاني قال لك هو ده طريقتهم وده اسلوبهم وده ده هو حر، لكن احنا النادي الاهلي مختلف. لكن ده بياكد ان في حاجات كتير اعلاميين عارفينها. يعني انت ده هو النهارده لما تيجي تشتم لي هشام ياكي او تيجي تشتم لي اي حد احمد اي حد مختلف مع هو ده من حقه ما تطلع، ما دي ماده اعلاميه المفروض الاعلام يتكلم. لا انا بتكلم عن النادي الاهلي بس. فالمهم بينتقد النادي الاهلي مش علشان مثلا هناء حمزه او ابراهيم عيسى او انا او غيري اختلف مع مجلس الاداره يتم شطبه. طب ما هو ايام المهندس محمود طاهر كان بيتم التجاوز والهجوم على محمود طاهر والراجل ما شطبكوش. هذا الكلام غير حقيقي. اولا لم يتم التجاوز في محمود طاهر، كان كل الكلام على ان النادي الاهلي مخترق يا كابتن مجدي عبد الغني، ودي حقيقه. هو الفول اللي موجود دلوقتي على قناه نادي الزمالك مش كان موجود في النادي الاهلي؟ هو محمد الشرقاوي اللي موجود دلوقتي في قناه نادي الزمالك مش هو اللي كان كريم ابو حسين كان موجود في قناه الاهلي هو اللي موجود دلوقتي في قناه الزمالك؟ ها مش هم دول؟ اسامه خليل الزملكاوي الصحفي الزملكاوي اللي بيقطع الخطيب كل يوم على المواقع الصحافه والصفحات على السوشيال ميديا والفيسبوك، مش ده كان موجود مسؤول عن قناه النادي الاهلي وكان هو زي ما المستشار الاعلامي بتاع محمود طاهر في قلب النادي الاهلي؟ ولما المهندس عبد المقطع طلع واتكلم على قناه النادي الاهلي وقال النادي الاهلي مخترق، مش دي حقيقه؟ هل شتم محمود طاهر؟ هل تجاوز حق محمود طاهر؟ هل قال لفظ خارج على الملعب؟ طبعا ده يندرج تحت بند حريه الراي، لكن هل اللي قاله بقى نقيس كده اللي انت قلته عن النادي الاهلي ده يندرج تحت حريه بند حريه الراي؟ انت ومجدي انت ومصطفى يونس وهناء حمزه يندرج تحت بند النقد الشخصي للمسؤول؟ لا. لما تقول ان في قطاعات واتعرض عليا وكان قدامي وناس بتاخد فلوس وبتاع ومش عارف ايه وما قدرتش وقلت مش هقول اسماء علشان ما قدرتش تثبت ده بالدليل، فده اساءه للنادي الاهلي وتجاوز في حق النادي الاهلي. انت بتقول على الكابتن محمود الخطيب وما كانش يحل تتمنى تمسك النادي الاهلي يوم بقيت ماسك 5 سنين وكنت بنروح اي مكان الناس، دي حاجه بينك وبينه وانت بتحبوش، ده حاجه شايلها في نفسك بقى من ايام ما كنت لاعب شايف الجماهير، انت حاجه بتاع. لكن لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي والنادي الاهلي والفلوس والسمسره وبتاع
وما قدرتش تثبت ده اساءه للنادي الاهلي، يستوجب من وجهه نظري شطبه. لما يجي يتكلم مصطفى يونس يقول لك النادي الاهلي بيكون فيه النادي الاهلي مفسده، قالها كده في وقت الكابتن حسن مفسده، ولما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وبعد ايوه الانديه وبعد كده قلت الانديه الثانيه اللي امه حلوه بيتم اختياره، بعد كده اتهمت النادي والنادي الاهلي مهزوز، ده مش اساءات في النادي الاهلي تستوجب شطبه. هناء حمزه لما تطلع مع هاني حتحوت وتطلع تقول ان سيبك من قصه اللجان وان مجلس الاداره مشك او عامل لجان وفي الكلام ده فارغ ملوش اي اساس، لما تطلع تقول النادي الاهلي هو اللي عامل قلق في اتحاد الكره الطايره، النادي الاهلي هو اللي عامل مشاكل في اتحاد الكره، لما تطلع تقول النادي الاهلي عاوز يكسب باي طريقه صح ظلم وبتاع يكسب باي قضيه اي ظلم صد، لما تطلع تقول ان النادي الاهلي وتزوير ترفع ده نادي التزوير ده يستحق، هو ده الكلام بتاع الخطيب مفيش حاجه شخصيه. طيب نيجي لابراهيم عيسى، ابراهيم عيسى لما يطلع يقول شعار النادي الاهلي فوق الجميع شعار نادي، هل هو تكلم في حق الخطيب ولا الخطيب في مشكله بينه وبين ابراهيم عيسى عشان كده طرح سأل النادي الاهلي ولا لا؟ لما يطلع ابراهيم عيسى كذبا ويزور التاريخ ويتكلم عن عبود باشا وانه كان فلوس وبياخد اللعيبه وبيعمل عكس الحقيقه، في هذه الفتره كان محمد حيدر رئيس نادي الزمالك وزير الحربيه وكان في نفس الوقت رئيس اتحاد الكره المصري وبشهاده حنفي بس كابتن حفص حنفي بس راح طلع قال لك كان بياخد اللعيبه يحبسها عشان توقع لنادي الزمالك. هو هنا بيشوه صوره النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي تم بناؤه على ان الفلوس هي اللي اشترى وبطولات النادي الاهلي والفلوس كانت بتتحرك وكلام من هذا القبيل كذبا. ثم اتكلم تاني اساءه النادي الاهلي شعار النادي الاهلي نازي، وصف النادي الاهلي شعاره بالنازي، دي اساءه للخطيب ولا النادي الاهلي؟ كل انت تجاوزاتك في حق النادي الاهلي مش في حق الخطيب. مجدي عبد الله مصطفى يونس تجاوزاته في حق النادي الاهلي مش في حق الخطيب. هناء حمزه تجاوزاتها في حق النادي الاهلي مش حق ابراهيم عيسى تجاوزاته في حق النادي الاهلي. لما يجي يتخذ بقى قرار حاسم علشان كل واحد يعرف حجمه وكل واحد يقف وما يكونوش دول قدوه لغيرهم يقتدوا بيهم للاساءه للنادي الاهلي، تاخذ موقف جدي تقول لا انت تصفيه حسابات ايه وانت بينك وبينه حاجه؟ في مشكلة شخصية بينك وبينه اختلفتوا على شيء؟ مصطفى يونس في مشكلة شخصية بينه وبينك غير قصة الأرض وقصة عدم عمله في الأرض اللي قالك هيجيبها النادي الأهلي والنادي الأهلي رفض وأنا موجود أهوت ويكلموني وأخلص، وعشان أكون صريح هاخد حقي مش من النادي الأهلي هاخده من الطرف الثاني. ما النادي الأهلي في مشكلة؟ لا. طب هناء حمزة قصة شخصية بنتها علشان بنتها وقعت وقالت وقعت والعقود ومش عارف إيه وتم حفظ تجاوز. ابراهيم عيسى هو في شخصيه بيننا وبين الكابتن محمود الخطيب او مجلس الاداره؟ مفيش. النادي الاهلي النهارده لما يتحولها المشكله زي واحد ده واحد بيقول رايه وبينتقد مجلس الاداره محمود، القصه مختلفه تماما. اختلف مع مجلس الاداره كيفما شئت، انتقد مجلس الاداره كيفما شئت، ما احنا بننتقد اوقات كثيره، بننتقد تعاقدات، بننتقد تمديد عقود، بننتقد بعض الامور اللي بتحصل في كره القدم، النقد طبيعي. لكن هل انا قلت النادي الاهلي لا والله في ناس والنادي الاهلي والام حلوه بيخش ومش قادر اثبت، والله في سمساره معاك فلوس تعمل وعلى يدي ده مجدي عبد الغني اللي قال وما قدرتش اثبت النادي الاهلي الناس بتشتم، مش دي اساءه النادي الاهلي تجاوزات للنادي الاهلي ولا ايه القصه يعني؟ بالنسبه ل الانباء الخاصه بالكابتن حسام البدري ونادي وفاق سطيف، نادي وفاق سطيف طلع بيان رسمي من خلال حسابه على موقع فيسبوك وقال ان كان في اجتماع انتهى الى تعيين شردود مفدى كمدرب مساعد، وقال انه هيبدا مهامه مع فريق وفاق سطيف يوم الاثنين المقبل، وقال ان تم تعيين مفدى بموافقه الكابتن حسام البدري، وقال ان حسام البدري نادي وفاق سطيف اشترط على النادي استمراره في المهمه انه النادي يتصرف ويدي المرتبات والمستحقات الخاصه باللاعبين، لكن لو ما قدروش يوفروا هذا فهيتنحى عن استمراره مع نادي وفاق سطيف اللي العقد بتاعه بيمتد الى منتصف العام المقبل. فيما يخص سيف زائر نادي الزمالك مستقر وتمام التمام، وقال لك نادي الزمالك اتفق مع لعيبه نادي الزمالك الشباب يوسف اسامه نبيه واللاعب سيف فاروق جعفر على تهديه اللعب شويه وان احنا نستنى لنهايه الموسم علشان نمدد، اذا كانوا عاملين لهم عقد لكن 6 مليون، فاكرين لما كنا بنتكلم عن سيف فاروق جعفر وهو لسه لاعب 6 مليون علشان ابن فاروق جعفر
هيجددوا له العقد ويزودوا له في السنه اكتر من 6 مليون كمان يعني. الكلام ده كان في وجود مرتضى منصور يعني، لكن هيجددوا له العقد مع نهايه الموسم. ما مش فارق معايا الكلام صحته من عدمه او هيجددوا او مش هيجددوا، الفارق معايا بقى تناول سيف زاهر. على الجانب الاخر سيف زاهر قال لك كهربا بقى النادي الاهلي، قال واحنا ما لناش علاقه، ها النادي الاهلي مش هيدفع له الغرامه ولا هيقف، احنا هنوفر لك يعني الفلوس اللي نقدر نلمها لك 50% من قيمه الغرامه بتاعتك، وانت حر بقى تكمل ما تكملش، ما ملناش اي دعوه بالقصه دي. قال لك ان هو مستني الكابتن محمود الخطيب عشان يكلمه في المبلغ والغرامه، والاهلي قال لك لا مش هيزاو. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش غير كهربا والنادي الاهلي، هنا في ازمات، هنا في مشاكل على الجانب. يا عم كهربا قصته محلوله باذن رب العالمين، القصه بتاعته منهيه يعني، لكن هنا ازمات. الناحيه الثانيه في استقرار، الاعلام بقى شكلكم وحش، بقى شكلكم مقرف. الاعلام بصفه عامه يعني الاعلام الرياضي بقى مقرف. عمر مرموش اتصاب في مباراته في الدوري الالماني مع فريق فولفسبورج، وفيتوريا بيفكر الاستعانه باحد الاسماء، احمد ياسر ريان او اللاعب محمد شريف، للدخول للمعسكر في حاله انه عدم قدره مرموش الانضمام للمعسكر. لسه هيخاطبوا الجهاز الطبي لنادي فولفسبورج علشان يبعتوا التقرير الطبي الخاص بعمر مرموش، وهيناقش القصه. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ومنتخبنا ان شاء الله في مباراه بلجيكا، وما نشيلش كتير. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمت في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.